أعزائي طلبة وطالبات مدارس دار المعارف الخاصة، أهلا بكم مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي. النهاردة احنا هنبتدي مع بعض وحدة جديدة بتتكلم عن المرايا والعدسات. تعالوا نشوف مع بعض، عشان نشتغل المرايا لازم ندرس أو نفتكر مع بعض حاجة كنا خدناها السنة اللي فاتت اسمها انعكاس الضوء. يعني انعكاس الضوء؟ انعكاس الضوء هو ارتداد أشعة الضوء إلى نفس الوسط عندما يقابل سطح عاكس. يعني لما الضوء يقابل سطح عاكس زي المراية ببص ألاقي إن هو ارتد تاني نفس الوسط اللي عندي، وبيحصل عملية الانعكاس. طيب هندرس المرايا. المرايا دي كم نوع؟ المرايا دي عندي نوعين، عندي مرايا مستوية ومرايا كرية. تعالوا ناخد اولا مع بعض المراية المستوية. لما نقف قدام المراية المستوية بيبقى ليها الصورة المتكونة فيها شوية خصائص. تعالوا نشوف الخصائص دي. هنلاقي ان الصورة المتكونة في المراية المستوية اول حاجة بتكون معتدلة، يعني راسنا فوق ورجلنا تحت. تقديرية. يعني ايه تقديرية؟ يعني ما اقدرش استقبلها على حائل، الصورة دي ما اقدرش اخدها واحتفظ بيها. معكوسة الوضع. وكلمة معكوسة الوضع لو احنا بصينا في المراية هنلاقي ان يدنا اليمين في جهة الشمال ويدنا الشمال في جهة اليمين. مساوية للجسم، ولا مكبرة ولا مصغرة. والبعد بين الجسم عن المراية هو نفس البعد بين الصورة المتكونة في المراية عن المراية. يبقى تاني يا جماعة نراجعها مع بعض. لو احنا وقفنا قدام مراية مستوية هلاقي ان بتتكون صورة معتدلة، تقديرية مش هقدر استقبلها على حائل، معكوسة الوضع اليد اليمين جهة الشمال، مساوية للجسم، المسافة من الجسم للمراية هي من الصورة للمراية. وبالتالي يبقى لازم ندرس قانوني الانعكاس. قانوني الانعكاس كان بيتكلم على ايه؟ ان اول حاجة ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، وده بيتم لما شعاع ساقط بيسقط على مراية مستوية وينعكس مرة تانية. بلاقي ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، وده كده القانون الاولي للانعكاس، يبقى زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. القانون التاني ان شعاع الساقط وشعاع المنعكس والعمود المقاوم كلهم في مستوى افقي واحد، المستوى ده بيكون عمودي على المرآة المستوية أو على السطح العاكس. تعالوا ناخد مفاهيم خاصة بالانعكاس، لازم يكون عندنا شوية معلومات عشان نقدر نتعامل بالانعكاس. أول حاجة إن شعاع الضوء الساقط ده عبارة عن حزمة ضوئية ساقطة على السطح العاكس. لكن الشعاع الضوئي المنعكس تكون حزمة ضوئية مرتدة من السطح العاكس. وزاوية السقوط هتكون الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقاوم. وزاوية الانعكاس الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقاوم. طب هندرس المراية الكرية. المراية الكرية دي نوعين، عندي مراية محدبة ودي بنقول عليها مفرقة لأنها بتفرق الأشعة، ومراية مقعرة وبنقول عليها لما لأنها بتجمع الأشعة. طب تعالوا مع بعض ناخد شوية مفاهيم خاصة بالمراية الكرية عشان نبتدي ندرسها. أول حاجة ناخد مركز تكور المرآة. يعني إيه مركز تكور المرآة؟ أنا عندي مراية كرية يعني عبارة عن جزء من كرة، والكرة دي بيكون ليها مركز، المركز ده بنسميه مركز تكور المراية. يبقى مركز الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها. طب وبما إنها كرة يبقى أكيد ليها نص قطر، يبقى نص قطر المراية هو نصف قطر الكرة التي المرآة تعتبر جزء منها. هناخد تعريف تاني اللي هو قطب المرآة. ويعني ايه قطب المرآة؟ دي عبارة عن نقطة وهمية بتبقى في نص المرآة ويبقى ليها خصائص معينة هندرسها مع بعض. التعريف اللي بعد كده المحور الأصلي للمرآة. المحور الأصلي ده هيبقى المستقيم الواصل بين مركز تكور المرآة والقطبها. يعني لما وصل بين مركز التكور والقطب ده بنسميه محور اصلي. طب لو انا وصلت بين مركز تكور المرايه واي نقطه تاني ما عدا القطب، في
في الحالة دي أسميه محور ثانوي. يبقى لو وصلت بمركز التقور والقطب بسميه محور أصلي، لكن مركز التقور وأي نقطة تانية ما عدا أو خلاف القطب بسميه محور ثانوي. طب تعالوا ناخد مع بعض البؤرة الأصلية. البؤرة الأصلية دي بتكون نقطة تجمع الأشعة المنعكسة أو امتداداتها لما بتسقط متوازية وموازية للمحور الأصلي على المراية. تعالوا ناخد مسار بعض الأشعة على المراية المقعرة. وشمعنى المراية المقعرة؟ لأن المراية المقعرة بتجمع الأشعة فأقدر أدرسها بسهولة. تعالوا بصوا مع بعض. لو أنا عندي الأشعة الساقط موازي للمحور الأصلي، دي المراية المقعرة، ده المحور الأصلي اللي واصل بين المركز والقطب. لو الأشعة عندي ساقط موازي للمحور الأصلي هيحصل له ايه؟ هلاقي ان هو بينعكس، بس بينعكس مار بالبؤرة. طب الحالة التانية، الأشعة الساقط موازي للمحور الأصلي، بس في ايه؟ في مراية محدبة. لو انا خدتها انا بقارن بين الاتنين، لو سقط موازي بس المراية محدبة هيرتد، بس امتداده هو اللي هيمر بالبؤرة، فلازم نركز بين الاتنين. طيب نكمل. لو الشعاع مر بالبؤرة هينعكس في المراية المقعرة، لو الشعاع ساقط مر بالبؤرة هينعكس موازي للمحور الأصلي. يبقى نقارن بين الحالتين، لو سقط موازي للمحور الأصلي ينعكس مر بالبؤرة، طب لو سقط مر بالبؤرة ينعكس موازي. طب الحالة الأخيرة، لو سقط مر بالمركز البصري، سوري بالمركز التقور، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان هو بيرتد على نفسه. يبقى ناخد تاني، انا بدرس في المراية المقعرة بالمقارنة بالحاجات التانية. يبقى لو سقط موازي هينعكس مر بالبؤرة، طب لو كانت مراية محدبة، لو سقط موازي هينعكس امتداده هو اللي هيمر بالبؤرة، طب لو سقط في المراية المقعرة مر بالبؤرة هيخرج موازي أو ينعكس موازي، طب لو سقط مر بالمركز التقور هيرد على نفسه أو ينعكس على نفسه. تعالوا ناخد مع بعض الصورة المتكونة بالمراية المقعرة. لو سقطت عندي أشعة متوازية هلاقي إن الصورة عندي بتتكون، أدي لو سقطت عندي أشعة متوازية هلاقي إن الأشعة بتنعكس كلها مرة في البؤرة، وبتتكون الصورة في نقطة البؤرة، والصورة دي بتكون حقيقية مصغرة جدا في نقطة. طيب لو أنا عندي، كان عندي جسم موضوع على بعد أكبر من البعد من ضعف البعد البؤري، هنا ده البعد البؤري، ميم ده ضعف البعد البؤري، لو موجود على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري هلاقي إن الأشعة عندي الشعاع اللي خارج موازي هينعكس مر بالبؤرة، اللي مر بالبؤرة هيخرج موازي، هلاقي ان الصورة عندي بتتكون حقيقية مقلوبة مصغرة بتقع بين ب ومين. الحالة التالتة، لو الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري، ادي البعد البؤري، ادي الضعف، ادي الجسم، الشعاع موازي ينعكس مر بالبؤرة، طب لو مر بالبؤرة ينعكس موازي، هنلاقي ان الصورة عندي هتتكون على ميم او على ضعف البعد البؤري، وبتتكون حقيقية مقلوبة ومساوية للجسم. طيب الحالة الرابعة، لو الجسم على بعد اكبر من البعد البؤري واصغر من ضعف البعد البؤري، لو الجسم على بعد اكبر من البعد البؤري واصغر من ضعف البعد البؤري، يعني محطوط بين ب وميم، لقيت لو خدت شعاع موازي هينعكس مر بالبؤرة، ولو مر بالبؤرة هينعكس موازي، هلاقي خصائص الصورة المتكونة عندي حقيقية مقلوبة مكبرة وتقع بعد ميم أو على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. طب أنا عمالة أتكلم على كلمة البعد البؤري، هو البعد البؤري ده إحنا حسبناه إزاي؟ هنبتدي ناخد تجربة مع بعض نعين بيها البعد البؤري.
تعالوا نشوف الأدوات للتجربة اللي عندي. أول حاجة عندي مراية مقعرة، عندي حائل هستقبل عليه، عندي متر شريطي عشان أقدر أقيس المسافة دي. هنعمل إيه؟ هنسقط أشعة متوازية على مراية مقعرة، هلاقي إن الأشعة دي بتنعكس وتتجمع في نقطة. هفضل أحرك الحائل قدام وورا لغاية ما أحصل على صورة مصغرة جدا في نقطة، يبقى النقطة دي هي البعد البؤري بتاعي أو البؤرة بتاعتي. هقيس المسافة من المراية للحائل، يبقى المسافة دي هي البعد البؤري بتاعي. يبقى الاستنتاج إن البعد البؤري للمراية هو المسافة بين البؤرة الأصلية وقطب المراية. يا رب نكون الدرس عجبكم، يا ريت نحل عليه كتير من المصادر بتاعتنا، ونتقابل الدرس القادم بإذن الله.